بسم الله الرحمن الرحيم. مدنيال يمروين بدون كل ولا قل يدمان حلبان هذا شرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغرنتي وحما هدل الله سورتك لي إن أن هل كان سجون ما أدنو أن نقوى نبض قبنا وندي أرسان إن أن دل كان كبود بنو وقت كان أدق سوى دجيرا دا عدن ماله ومسؤولية هون وحن هل بان هذا وقم هد علينا يا إن أي هل كان كو أفران كنا سحورتين نفتو دنا سوق الدمين سيان مانتا هلك الأسوق قارنو مدن يال يمروين كدونك اللبضة أقل إي حلبان هذا شرفت له سيدا دكتين سدحي اللباتنكي فبرايو لبضة كن يتضبي طبنكي يال إيمك عابي حلك رئيس الوزارة جمهورية فدرالكا صوماليا مدة سدح سنو يبرأة وان حلكا سيي وحن دل كيغا يدد كيغا اوغو اديغي هيركي اوغو سرييي انيغو سوغي اماندي امدا عصريي دولد نمدا حوجيي اسل حساب تنكا ابوري نظام مالييديد او عصري اه الاليي حقوق دا شغالها يعيدنكا هاجيي حريركا ساحبادا عالميغا اه اي صوماليا سيدو كلانا موجيي اقن شقو وان هجر لهين كنا سنتن كرتي إيه وحقبة مدن يال يمروين بدون كل وضع أقل إيه حلوان هذا شرف طلع دل كأنه ما أنت وح وكسو جي هاي حالة ضرب بقاله أو هو صدع أم نجي أو صيح وما ذي عالم كا أو دل كأن كسي جيسن ربا كل سندي سياسيين تسكو قبتي أو ضعيفتي هي هذه لسنا أو صيب ربريا شغال أنتي أو حوجيتي أباره أو دبر ليرادي عافما درد هاي ست شعب كان وسياس وسيسي هذا يفكر كحجر نمو أو سيلة بك عليه سداس درادة ما أنت ضد كأنه ونقدر نسويا وحين نقوم ذيهين إن أن أمعينه دا عدنا منا أموجنا إحكفوا كأنه أيه ذنا كشقينه أما ندو ذو إلالنه وأنا لك عبسي وأذيقنه صدن صنو وحانو مدأهان أقوليسين ويني وولي أن لبك وجرنه وحالو تريا قلدات كجره هجان كان فرصدا أن مانتهي سنو ومد نادر وحانا من سنهي إن حبناها بارلمانكو أي سوافجين دونان عدكودا يدرينك شعبك داد كأنو وعي ربان هقاميه قادي كرامر حلدن لدرينها شعبك كاسو كوهو بيسان أقون حقوقال نمو فهم عالمي أمانو وصيدو كلاسي سعودسين كرشقوين كي كسعودي دالك سي أن هل مالين دالك اللوغالو من ليسنو وافجيو أودها سياسة ديد الدلك كجرا معارضك محافظك هي مامل قبلات يضع مركيان اركيد دروفها اللي كجروا يباهيد الله قبو هجان وقت كان لف القلك وانا يجي حقال لمدي ذا يباهيد دلك طالع وقال كيجا عقبلها تاجن مهمة ذا اي لا ذحي ان شقدي سعتي لسي وضو أهمية حرير كتوغن أن الله يهي صاحبة بيش عالم وأن كوكبه وحي إيقا كردي لبدي سنو أن كتر سنة صاحبة معارضك إيو أنيقو أوديار سن إن أنصحو وحي إيقا خلدمي إنتي أن حفيزك جوغي سيدا لوغو باهن يهي إن دي نعيادة سياسة دا اللي اسكوه وحنقو أنصدي إن أن هرتين سو استاغو وأنا دين ويدستو أتكينا سيان صوماليا وقد بنا وقت كان أدق إنغو ودجرنا
walaalayaal afarta sano ee nagu soo socota waxay u tahay dalkeenna muhiim waxay u tahay dadkeenna sidoo kale muhiim waa afar sano aan rabno inaan dib u habaynta ciidanka dhammaystirno waa afar sano aan rabno inaan soo afjirno argagixisada dalka aafaysay waa afar sano aan rabno inaan dhammaystirno dastuurka si aan u helno xasilooni siyaasadeed waa afar sano oo aan rabno inaan ka midho dhalinno wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo walaalaheen soomaalilan waa afar sano oo aan rabno inaan gaarno doorasho qof iyo cod ah waa afar sano oo aan rabno inaan deyn cafinta dhammaystirno waa afar sano oo aan rabno inaan tirtirno sinnaan la'aanta siyaasadeed ee ka dhex jirta dadkeenna waa afar sano oo jaangoyn doonta mustaqbalka afartanka sano ee soo socda sidaa darteed si loo gaaro hadafyadan waa inaad looga fikiraa cidda loo dhiibayo hoggaanka dalka waa in laga eegaa inuu yahay qof yaqaan tii shalay tan maanta la joogo fahamna ka haysta tan soo socota berri haddii aad doorataan waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka ugu dhow ee ka libin keeni kara geediga dowladeed ee soomaaliya waxaan ahay qofka qura ee sharaxan ee saddex sano iyo bar hoggaanka dowladda ka tirsanaa muddo laba sano ahna hoggaanka mucaaradka ka tirsanaa sidaa darteed khibraddaydu waxay abuuri kartaa is-ogol siyaasadeed iyo dowladnimo loo dhan yahay waxaan ogahay shaqada dowladdu halka ay maanta taagan tahay waxaan dirsay muddadii aan bannaanka joogay caqabadaha ina hor taagan iyo xalkii looga gudbi lahaa waxaan aqoon u leeyahay qaabka loola shaqeeyo iyo luqadda lagula hadlo saaxiibada caalamka ah ee kaalmeeya soomaaliya dib u habayntii ciidanka iyo dib u xoreyntii dalku meeshii aan uga soo tegay ayay dib uga dhacday dhaqaalihiina hoos ayuu uga dhacay halkii aan uga soo tegay dalkiina deyn cusub ayaa lagu yeeshay sidaa darteed waxaa ii diyaarsan qorshe degdeg ah oo aan dalkayga ku gaarsiin karo isku filnaansho amni iyo mid dhaqaale xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal haddii aad doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dastuurka haddii aad doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib habaynta ciidanka haddii aad doorataan waxaan dalka ka xorayn doonaa al-shabaab inta aanay dhammaan muddo xuleedkiigu haddii aad doorataan waxaan afartayda sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka haddii aad doorataan maamul goboleed walba iyo gobolka banaadir waxaan ka dhisi doonaa isbitaallo loogu adeego shacabka loogana maarmo in caafimaad dalka dibaddiisa laga raadsado haddii aad doorataan waxaan dhammaystiri doonaa deyn cafinta si dalku u helo maalgashi caalami haddii aad doorataan waxaan miisaaniyadda dalka muddo 4 sano ku gaarsiin doonaa ugu yaraan $2 billion oo dollar haddii aad doorataan waxaan ilaalin doonaa xasaanadda xildhibaanada iyo kala madax bannaanida baarlamaanka iyo hay'adaha fulinta haddii aad doorataan waxaan ku kordhin doonaa gunnada xildhibaanada ugu yaraan 300,000 sidoo kale waxaan gunnada xildhibaanada ku kordhi doonaa gunno daboosha kirada guryaha xildhibaanada haddii aad doorataan xildhibaan walba iyo qoyskiisa waxay heli doonaan caymis caafimaad oo ah isbitaalada dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa haddii aad doorataan waxaan tirtiri doonaa sinnaan la'aanta dadka soomaaliyeed ee ka dhex jirta siyaasadda haddii aad doorataan awoodda dowladdayda 50%, waxaan ku bixin doonaa horumarinta dowlad goboleedyada anigoo 50% fadhigaygu uu noqon doono dowlad goboleedyada haddii aad doorataan waxaan dalka gaarsiin doonaa doorasho qof iyo cod mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal waxaan halkan ku xaqiijinayaa maanta haddii aan abni keeni waayo inaanan dib dambe hortiina u soo istaagi doonin anigoo xildhoon
وأنا لكم كوه قيجينا يا هدي أن الدالة كم مدح بنين ويا هي هذا فلنتا دي بدم بورتي نومس ويستاج دانو أنا جوا حل دانو هدي أن هم تيد الدولة دي لالين ويا دي بدم بو نومس ويستاج دانو هرتينا أنا جوا حل دانو هدي يقو يرام بقول كل أو دلني يرى أن شق أبو رسمين ويا فرت سنو أن هلك هيو دي بدم بورتي نومس ويستاج دانو أنا جوا حل دانو هدي أن دلك دار شقف يقطع جرسين وينا هرتين الدب مسوي استاجي دانو أنا جو حل دانو هدي بيش عالم كي يصومالي يسي وحك أول أه وصومالي كفا يدو أنا سكسر دوين ويننا دب دم به هرتين مسوي استاجي دانو أنا جو حل دانو هدي أن دقالها كتن ويو دين عفين تدم يستري ويو وأن ميزانية الدولة الجرسين ويو ويران لب بليون أو دولار أنت أن حلك هينا تبدأ بهرتي إنه مسوا استاجي دانو أنا جو حل دان هدي أن حل بان الدح سنة دود إلى لين وايو وأن جنة دود كرلين وايو وأن عيمس عافمات حل بان الدح سين واينا تبدأ بهرتي إنه مسوا استاجي دانو أنا جو حل دان مودنا يال يمر وين دمان حل بان الدح شرف ترى برنامج كي السياسة ديد وحكو أدي هاي نقل كأذ هي ستان وحكوت في افتران وحول با وعن ربا إن ذلك اللي جهر جليو يسدي الله قبل الله ذاتك الصوماليات نجم قلنا وعنكو جارسيني حب والبا ومانته وحلي سوق قد بنكره هدي أعرف تصار سيسان وعن ذلك جلنو برنامج سياسة ذات كان عن دين صوبان دقي وحنا من سنة هاي إن جاري كرنو صوماليا ذا عنكو ثامه إن كل جل مدن يال يمروين قدوم كل بلا أقل قديا دورشدة مدحوينها يدمان شعب الصوماليات دورشدة وهيكو أدنت هاي الشن يتبان كمية ومالنتي دليرة ومالنتي هالجمياشة إسوائيل ومالن أي صومالي ده هالشيء هجان عريه حرنمو سنام بلشو يدولة لورنيها تضباطن يسجال سنة كدب وحانو تاغانا هاي ان اجنده SYL او العسري ان كهر جلنا صوماليا كاس او اه صومالي سيمن مدح بنان اسكو فلان نبط اه الدون كانا علم عامل كرتا سي تانجار نمال سي ازدرادي وحان سي حشمد له ادين ويديسان ايا عدكي الناس سي ان ارمينو هميلا دادت كيانا مريهي هلغن كي SYL نا لو قرطو تدباتن يستقال سنة كده ما تسندين بلان تانو وإنا ودقوليسنو شان يتبن كمي صوماليا أقوليسنو